بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. الصندوق العماني للتكنولوجيا يخصص 1,000,000 ريال عماني للاستثمار التكنولوجي. مختصون يراقبون التأثيرات الإيجابية لجائحة فيروس كورونا في العالم. الإصحاح البيئي حملة لمكافحة نواقل الأمراض في محافظة ظفار. طابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى التفاصيل. إيمانا بقدرة الشباب على إيجاد حلول تقنية تخدم المجتمع في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بما فيه السلطنة، أعلن الصندوق العماني للتكنولوجيا عن تخصيص 1,000,000 ريال عماني للاستثمار التكنولوجي في السلطنة. تأتي هذه المبادرة لتوفير المزيد من الحلول التقنية في ظل الأوضاع الصحية الراهنة الممثلة بانتشار فيروس كورونا. بينما يدعو مجلس البحث العلمي إلى تقديم مقترحات بحثية عن جائحة كورونا، يعلن الصندوق العماني للتكنولوجيا هو الآخر عن تخصيص 1,000,000 ريال عماني للاستثمار في المشاريع التكنولوجية التي تقدم حلولا فورية تخدم المجتمع، وذلك للتغلب على تحديات انتشار فيروس كورونا، وهو مؤشر يوحي بأن الشباب هم عماد الفترة المقبلة والوطن يعول عليهم الكثير. وهذا ما أكد عليه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في خطاباته بالاهتمام بالشباب وإفراد المساحة لهم لخدمة هذا البلد العزيز. وتأتي هذه المبادرة المالية من الصندوق العماني للتكنولوجيا تنفيذا لتطلعات السلطنة في التوسع في الاقتصاد القائم على الابتكار والتكنولوجيا والمبادرات الشبابية، حيث سيخصص 1,000,000 ريال عماني في الاستثمار في الشركات التقنية العمانية من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا من أجل تقديم حلول تقنية تساعد المواطنين والمقيمين على مواجهة الصعوبات الناجمة عن تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، والتي هي أساس جهود السلطنة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل أعداد الإصابات الجديدة. وستكون لهذه التطبيقات استدامة اقتصادية تعقب المرحلة الراهنة. 104 مجموع الاستثمارات التكنولوجية في مختلف القطاعات التي يعمل عليها الصندوق حاليا ويعكف عليها الشباب العماني من مختلف التخصصات، ويتم تقديم الدعم المالي لهذه المبادرة لتمكين المشاريع من زيادة قدرتها على تلبية الحاجات الملحة الناتجة عن الأوضاع الراهنة. مؤشرات مبشرة كشف عنها الصندوق العماني للتكنولوجيا تتمثل في العديد من الحلول الطبية الناتجة عن استثمارات الصندوق، سيتم تسخيرها لخدمة جهود السلطنة في التعامل مع أزمة كورونا، تتمثل في حلول تسهل علاج الأطفال من خلال الواقع المعزز التي تم تطبيقها في مساعدة مرضى السرطان بالمستشفى السلطاني، وتسخير تقنيات خاصة بالصحة والرعاية النفسية للمرضى وذويهم عن بعد. الصندوق العماني للتكنولوجيا منذ انطلاقه نهاية 2016 مستمر في تقديمه جملة من المبادرات الاستثمارية التي تشجع الشباب على الابتكار والإبداع، وهو اليوم بخطوته هذه يترك الباب مفتوحا لهمم الشباب وعطائهم. في الوقت الذي يعمل فيه العلماء والأطباء للحد من انتشار وتأثيرات جائحة فيروس كورونا، يقوم باحثون ومختصون في مجالات البيئة وعلم النفس والاجتماع بمراقبة التأثيرات الإيجابية لهذه الأزمة العالمية. التقرير التالي يلقي الضوء على بعض هذه الإيجابيات. صورة لم نعهدها من قبل للعالم بسبب جائحة فيروس كورونا الذي وضعه أمام تحد صارم وقاس وأجبره على التوقف عن فعل كل شيء. ولكن على ما يبدو فإن كورونا ليس سيئا إلى هذا الحد، فهناك إيجابيات كثيرة اكتسبها العالم بسبب بقاء الناس في منازلهم.
بعض إيجابيات هذه الأزمة بدأت تظهر تدريجياً، فحسب دراسة نشرها موقع بي بي سي أظهرت أن البقاء في المنزل ساعد على انخفاض نسبة التلوث في الهواء، وذلك بفعل توقف المصانع الكبرى عن العمل وانخفاض الزحام المروري والبشري الذي كان يرفع من نسبة ثاني أكسيد الكربون ويفاقم مشكلة طبقة الأوزون وظاهرة تغير المناخ. إيطاليا ورغم مأساتها كان لكورونا جانب مشرق، فالقنوات المائية في مدينة البندقية عادت نظيفة وصافية مثلما كانت سابقا، وعادت إليها الطيور والأسماك بعدما فرت منها بفعل التلوث الذي سببه التوافد السياحي الهائل على هذه المدينة الفاتنة. الصين وهونغ كونغ وكذلك بلجيكا فعلت الذكاء الاصطناعي لخدمة شعوبها في هذه الأزمة، فحل الروبوت مكان الإنسان لتأدية مهمات كثيرة كخدمة الزبائن في المطاعم والتنظيف والتعقيم في الأماكن العامة وتقديم الإرشادات في المستشفيات وكذلك الضيافة في الفنادق، فأثبتت من خلال هذه الأزمة أن الإنسان من الممكن أن يسخر طاقاته في مهمات أفضل إنتاجية وأكثر إبداعاً. هذه الأزمة كشفت أن الإنسانية والتعاطف والمحبة لا تزال موجودة بين بني البشر، فالشرطة الإسبانية وخلال دورياتها لضمان بقاء الناس في منازلهم تقف لتغني الأغاني المحببة لدى الأطفال. وفي إيطاليا يتغنى الناس من على شرفات منازلهم بالأغاني الشعبية ويعزفون الموسيقى لبعضهم البعض. دفعت هذه الأزمة البعض إلى اتخاذ أساليب كانت مستحيلة سابقاً، فالعديد من دور الأوبرا والمؤسسات الثقافية فتحت أبواباً جديدة على فنونها بعد أن أغلق كورونا أبوابها في وجه جماهيرها، فقامت العديد منها ببث عروضها الأوبرالية على التلفاز وشبكة الإنترنت مجاناً، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الأوبرا. وكذلك فعلت فرقة أوركسترا روتردام التي تحدت هذا الفيروس بعزف مشترك عبر الإنترنت لقصيدة الفرح من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. زحام الأحداث أشغل العالم عن الأضرار الجانبية التي تحدث دون أن يلقي لها بالا، فجاء كورونا ليعزل العالم عن بعضه حتى يتفكر الناس بشكل أعمق في اعتقاداتهم وعاداتهم وسلوكياتهم وأساليب حياتهم ليتخلصوا مما يضر ويتمسكوا بما يسر ويجدوا أثر ذلك بعد انقضاء هذه الأزمة. فكم سيحترم كل إنسان نفسه إذا علم أنه ساهم في جعل حياة العالم أفضل طوال فترة بقائه في المنزل. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. أعداد من الطيور المهاجرة بأنواعها تحط رحالها في محافظة البريمي. أهلا بكم من جديد. إزالة المشوهات ومكافحة نواقل الأمراض ورش وتعقيم مختلف المواقع الحيوية في محافظة ظفار من أبرز أهداف حملة الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض التي تنفذها بلدية ظفار تحسينا للنظافة العامة ولإيجاد بيئة صحية ونظيفة. من أجل تحسين النظافة العامة ومكافحة نواقل الأمراض
تواصل بلدية ظفار أعمال حملة الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض في ولايات صلالة وطاقة ومرباط. ونحن الآن تقريبا على وشك إكمال الشهر الأول من الحملة التي تستمر 3 أشهر، ونحن كرسنا جميع ما يمكن من موارد البشرية والمادية من إمكانات البلدية لعمليات التنظيف وتصحيح الكثير من الأوضاع، وبالتالي يعني نحن نتوقع أنه هذا سيساهم بشكل كبير في تصحيح أماكن معيشة الناس وتحسين بيئة السكن، وأيضا مكافحة نواقل الأمراض التي يعني وجدت من خلال الدراسات والمسحية التي قامت بها وزارة الصحة أنه توجد العديد من نواقل الأمراض، وبالتالي كان لزاما علينا أن نبدأ بتفعيل هذه الحملة بشكل سريع. وفي الوقت نفسه وفي إطار الحفاظ على الصحة وسلامة المواطنين والمقيمين لاحتواء آثار فيروس كورونا ومكافحة مسببات انتشاره، أدرجت بلدية ظفار ضمن برنامج حملتها خطة وقائية لتعقيم وتطهير العديد من الطرق الرئيسية والمراكز التجارية والصحية، وذلك دعما لجهود اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. بالنسبة للحد من انتشار فيروس كورونا، البلدية نسقت مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، نسقت أيضا مع وزارة الصحة، مع مركز سلامة وجودة الغذاء، الشرطة، الجهات الأخرى، وبالتالي هناك جهود مستمرة وتنسيق وتكامل بين جميع هذه الجهات. بدأت البلدية أيضا بأعمال الرش والتطهير في الجميع من المواقع، منها السوق المركزي، وأيضا سيستمر هذا الرش في الساحات والشوارع والميادين العامة. الحملات التوعوية جزء مهم جدا، ونحن يعني نود أن يعني نؤكد على جميع القاطنين في هذه المحافظة أنه هذه الأعمال والحملات التي تقوم بها بلدية ظفار والجهات الأخرى لن تحقق النجاح ما لم تتكاتف جميع الجهود. جرعات احترازية تقوم بها البلدية للحد من انتشار كورونا تتمثل في حملة موحدة للرش للمواقع الحيوية بمختلف ولايات المحافظة. هذه المكافحة النشطة للأمراض ولنواقل الأمراض وللعدوى طبعا بأطقم كاملة، والسيارات وموظفين مدربين ومراقبين صحيين، طبعا هذا تشكر عليه بلدية ظفار. تعقيم والرش له دور كبير بالنسبة لمرتادين هذه المراكز الصحية، فالمبيدات والتعقيم هذا بيساعد على عدم انتشار هذا الفيروس. جهود متواصلة تنفذها بلدية ظفار من أجل توفير بيئة صحية ونظيفة. محمد بن بخيت حصون الشحري، محافظة ظفار. أصناف متنوعة من الطيور المهاجرة تحط رحالها في محافظة البريمي في رحلة موسمية تستغرق آلاف الكيلومترات، وتعود أسباب هذه الهجرة إلى تغيير الظروف المناخية في أوطانها الأم من جهة، وتوفر مقومات العيش في بيئة السلطنة من جهة أخرى. تعود إلى حيث الدفء والأمان، تعود إلى عمان وإليها تشد رحالها كل عام. هي الطيور المهاجرة تروح وتغدو كل يوم صبحا ومساء في رحلة موسمية تستغرق آلاف الكيلومترات، منها من وصل متقدما ومنها من أجبرته الظروف على التأخر قليلا، وفي كلتا الحالتين عادت. والعود أحمد، يبدأ موسم هجرة الطيور في نهاية شهر أغسطس من كل عام وإلى نهاية شهر إبريل. طبعا هذه الطيور تقوم بالهجرة من عدة بلدان إلى السلطنة طلبا للدفء وطلبا للغذاء في السلطنة في خلال هذه الفترة، بسبب تساقط الثلوج، بسبب عدم توفر الغذاء في هذه الفترة، تجد الملجأ أو الملاذ الآمن في السلطنة خلال هذه الفترة. أنواع مختلفة من الطيور كالبط المهاجر والكروان والحبارة والطيور الصغيرة على اختلافها جاءت من مناطق مختلفة مثل روسيا وتركيا وكازاخستان، تمارس حياتها هنا بصورة طبيعية، بل أن بعضها استوطن المكان فأصبح جزءا منه. جهود مراقبي الحياة الفطرية في السلطنة خلال موسم هجرة الطيور، تكثيف الدوريات، الرقابة، رصد هذه الطيور، معرفة أنواعها، معرفة أماكن تواجدها وحمايتها
من الصيد أو التعدي عليها. جهود واضحة قامت بها جهات الاختصاص وما تزال في توفير البيئة الآمنة لهذه الطيور، فالصيد الجائر هو نوع من أنواع هذا الاعتداء الذي يهدد حياتها والحياة الفطرية عموما، إلا أن الإجراءات المتبعة ساهمت في انخفاض عدد الحالات المرتبطة بهذه الظاهرة. هناك دراسة سوف نقوم بها خلال الأيام القادمة إن شاء الله بوضع جهاز لمعرفة أماكن تواجد بعض الطيور مثل طائر النسر الأوذن خلال الفترة القادمة إن شاء الله لمعرفة تحركاته، المسافات التي يقطعها. طبعا هذا النسر حاليا يتواجد في عشة، وسوف نقوم بوضع جهاز عليه وبعض وحجل لترقيمه ومعرفة أماكن تحركه ورصده. الاعتداء على الحياة الفطرية في السلطنة بأي شكل من الأشكال جريمة يعاقب عليها القانون، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة يجب أن تحظى باهتمام جميع فئات المجتمع. أنور بن زاهر، الغريبي، محافظة بريمي. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه عادة لأبرز العناوين. الصندوق العماني للتكنولوجيا يخصص 1,000,000 ريال عماني للاستثمار التكنولوجي. مختصون يراقبون التأثيرات الإيجابية لجائحة فيروس كورونا في العالم. الإصحاح البيئي حملة لمكافحة نواقل الأمراض في محافظة ظفار. نلتقيكم بإذن الله مشاهدينا الكرام في جولة أخرى من أخبار الثقافة. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.